يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك سوار من النحاس يزعمون أنه يزود الإنسان بالطاقة والقوة، فما حكم استعماله؟ هذا جاء وعرض على هيئة كبار العلماء وعلى اللجنة الدائمة، سألوا عنه الأطباء ولا تبين شيء فيه إلى الآن، توقفوا فيه إلى الآن، يعني يحتاج إلى تأمل. نعم، إذا ثبت أنه طبي وأنه ينفع الجسم فلا مانع منه، هذا من باب العلاج. أما إذا كان المقصود منه التعلق به والاعتماد عليه هذا شرك ولا يجوز. نعم.